مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بجميع متتبعات ديولي وكلياناتي وصحاباتي وعائلتي. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. كنتمنى ان شاء الله ان الاعجاب ديالكم. المهم نستغل الفرصة ونهضر معكم شوية في الفيديو، وشحال من حاجة ما قلتهاش لكم في شحال من فيديو وقررت باش نقولها لكم دابا. وكنتمنى مثلا اللي حساب ليها انا غنقيسها بهاد الهضره ما تقلقيش مني، حقاش ما كنقولش شي حاجه غير من الفوق، كنقول شي حاجه اللي بصح كاينه وكنحس بكم انا كتاديوني فيها. وكيقول لك واحد المثال عن ديني وما تحسدينيش، عن ديني هي ماشي مشكل، نقلي مني وديري نفس هاد الموديلات، نقلي مني ماشي مشكل ديري نفس هاد الموديلات، ولكن طيحي عليا الثمن. هذا كيتسمى حسد، كيتسمى انك كتلوحي واحد الميساج كتقولي للكليانات خذوا من عندي انا كنطيح الثمن على شي ده، وهذا كيتسمى حسد. عنديني اختي ماشي ما تعنديش، ولكن ما تحسدينيش، ديري نفس الثمن ديالي، لحقاش انا سبق منك في هاد الدومين وما كندير شي حاجه غير هكاك، كندير واحد الثمن اللي كنزيد فيه النسبة ديال الشحن ولا غالي، سيغتو من وراء كورونا، وكل شيء عارف انه من وراء كورونا تزاد الشحن في الثمن، ما بقاش داك الشحن ديال 125 درهم 130 درهم، الشحن ولا غير من 140 150 درهم فما فوق، ما بقاش داك الشحن ثمن على بالكم. يعني كيلو كنخلصوا عليه 140 درهم 150 درهم كيلو، اما هذوك لي ماركت مثلا ديال لوي فيتون غوشي وغير ذلك، داكشي حنا ما نقدروش نجيبوه، علاش؟ حقاش داكشي 170 درهم للكيلو، وتقدر تكون واحد البياسه غاليه ديجا هي غاليه، وتزيدي فيها انتيا 170 درهم غير ديال هي الوزن ديالها غيكون فيها كيلو، ويقدر ما يكونش كامل كيلو، الشو غير يقرب كيلو، يقرب يكون ناقصين واحد الغرامات بساطين يحسبوه هما كيلو وحيديها ليهم انتيا. فالناس وربي شهد عليا كنقول لكم شي حوايج اللي كاينين وانا قديمه في هاد الدومين، وسولوا عليا مثلا شركه تستر دنيا سي، وسولوا عليا بين فاشن وكيعرفوا سميتي، واللي ديجا كليانتي من شحال هذا، منين اختي من 2016 كاع، منين اختي انت الرقم ديالي هزيتي، ياك هزيتيه من المجيب الالي ديال الباج ديال تستر دنيا سي، تستر دنيا سي كانوا دايريني انا هي مثلا الكليانه الاولى ديالهم في المغرب، وكيخليوني انا بالرقم ديالي نستقبل جميع الكليانات ديال المغرب. وبزاف عاوتاني كيقولوا لي انت كيفاش تعرفتي؟ الحمد لله تعرفت بشركه ديال تستر دنيا سي، ومن وراها انا درت هذه القناه ديالي، والقناه ديالي بعض الفيديوهات ديالي قدام طلعوا 300000 مشاهده 200000 مشاهده، ماشي ساهل انه 300000 وحده تشوفك و200000 وحده تشوفك، ماشي ساهل. دخلوا عندي تبارك الله كليانات من هذاك من هذوك لي فيديوهات، يعني بزاف اللي كيبقاو يسولوا شي اسئله اللي هما ما عارفينش انه داك الشيء رزق من عند الله سبحانه وتعالى. ماشي سهل انا باش تعرفت، ما يمكنش انت يلاه مثلا غتبداي غتعرفي، ما يمكنش، خاصك ديري واحد المجهود باش ربي يخلصك عليه. مجهود درت انا واحد المجهودات كنت كندير اللي ربي اللي علم بها، كنت كنتعب وكنسهر ليالي وليالي، يعني كنتي انت مثلا كتكوني ناعسه، انتي ناعسه مرتاحه، وانا اختك مسكينه جوج الليل ثلاث الليل ربعه الصباح، وهذا الشيء بشهاده من بزاف كلياناتي، لدرجه هما كيشوفوا ستوريات مثلا كيفيقوا كاين اللي كتفيق لخدمتها مع 4:30 الصباح لخمسه ونص، وكتلقاني انا يلاه لايحة ستوري كتقول لي رشيدة اختي اديها في صحتك، راه صحتك راه هي الاساس، ولكن انا الحمد لله صحتي كنسبقها على كل شيء، غير انا في هذيك الفتره في هذيك ديك البريود اللي فاتت، في هذيك الفتره انا قررت نفورسي واحد شويه باش ربي يخلصني على هذاك التعب، وصلت الحمد لله لذاك التعب، وصلت به لهذا النيفو هذا اللي ولاو عندي هاد كلياناتي، وتعرفت كثار والحمد لله بزاف الناس راه كيعرفوني في تركيا، وكيعرفوني هنايا في المغرب هنا في كازا، كيعرفوني في كاع المغرب كلياناتي الحمد لله في بزاف المدن المغرب، يعني الحمد لله. واخا هذاك المجهود اللي درت ما مشاش هباء منثورا، وكنتمنى كيف ما قلت لكم هضرتي ما تقيش واحد الفئه، وانا والله العظيم الا كنهضر من كل قلبي، ما قصداش انا كاع نقيس شي بنت او شي تاجره بهذه الهضره هذه، غير فاش كنشوف مثلا
والله شهد عليا، ورجعوا وقلبوا وشوفوا هذا الشيء بعينيكم. وشكون هي اول وحده دخلت السلعه ديال بين فاش المغرب؟ انا. شكون هي اول وحده دخلت السلعه ديال التستر دنيا سي المغرب؟ انا. يعني مثلا باش انا الفيديو دي، انا وليت كنكره كاع داك الفيديو يطلع في المشاهده، والله العظيم الى الفيديو يطلع المشاهده بالفرحه عليا، ولكن باش الفيديو يطلع المشاهده ويشوفوا واحد الفئه، واحد المحلات كبار في كازا وفي الرباط، ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم، يشوفوا الفيديو طلع ويستغلوا الفرصه ويقولوا واو هذا الموديل هذا مشي، وهذه تمشى لها الموديل، حنا نجيبوه، ويجيبوا الموديل ويطيحوا الثمن عليا في حشومه. هذا الشيء هو اللي اداني انا في هاد العامين اللي فاتت وكرهت نبقى نجيب هاد السلعه. كنتمنى تكونوا فهمتوني، يعني هذا الشيء بالضبط، وانتم كلكم مرديتوا البال انني تقريبا عامين هذه ما بقيتش كنهتم بالقناه ديالي، ما بقيتش كنحط لكم هاد الموديلات التركيه بزاف، ما بقيتش كنحطهم بالنسبه للبنات اللي متبعتني في ستوري واتساب، ما بقيتش كنحطهم بزاف في ستوري واتساب. انا هكا فشي حاجه كنحس بها اداتني كنحاول نبعد منها وكندير بالناقص، كنقول كنلوح واحد الميساج كنقول ليها عجبتك السلعه يلا خليتها لك انت غير خدمي فيها، والله العظيم صافي ما كنقولهاش بفمي، كنقولها في خاطري، وهما كيردوا البال انني فريمون ما بقيتش كنديها في هاد السلعه، والرزاق الله. يعني انا كنقول عنديني وما تحسدينيش، جيبي هاد وبزاف واحد بزاف الموديلات اخرين حتى هما يقلبت عليهم وتهم، ورا سبحان الله العظيم راه ما فهمتش، ورا ما فهمتش انا كيفاش كياخذوا لي العناوين ديولي. واش اقوى داك اقوى تنو تفكر واحد العنوان كنت درته، دخلي تشوفي اقوى موديلات فصل الشتاء، واقسم بالله العظيم اللي هزوا هاد العنوان ديالي وداروه. يعني شوفوا الجرأة ديال الحسد تانين كتوصل حشومة. واش انا عنوان تهوى فكرة فكرت فيه وجبته بغيت نميز به قناتي وتهوى تهزيه وديريه؟ غير البارح كنت داخله كنقلب في هذا الشيء هذا ديال قناتي في الاعدادات وديك البرامج وداك الشيء كنقلب، ولقيت فيديوهات مطابقة للفيديوهات ديالي. يعني باش تشوفي فيديوهات مطابقة للفيديوهات ديالك غيضرك خاطرك ولا ما غيضركش خاطرك؟ نفس العناوين كيهزوهم سواء من القصص الصغيره دوك الشورت، وسواء من فيديوهاتي، وشي مرات كيهزو نفس المينياتور ديالي، وكي حتى هاد الهضره ديالتي كيهزو منها، وبزاف بزاف. يعني صافي والله العظيم اللي قناتي كرهتها بسبب هاد الشيء هذا. صافي انا قلت لهم واحد الميساج بلا ما نكتبو، خليت لكم هاد الشيء نتوما ديروه نتوما جيبوه صافي بالناقص كاع. وهداك الشيء علاش وليت مركزه غير على السلعه كازا، وهداك الشيء علاش انا خاطري هرب ليا من هاد السلعه ديال تركيا، ولدرجه انهم هما تركيا والله العظيم ولاو كيقولوا لي يا رشيده وين طلبياتك يا رشيده، وين شغلك يا رشيده، كل مره يصيفطوا لي ميساج وين شغلك يا رشيده، وين طلبياتك يا رشيده، وينك يا رشيده، شو صاير لك يا رشيده، اقسم بالله العظيم. وقريب انتم بحال اليوم بحال غدا بحال لوح لكم واحد الفيديو دليل على انه بين فاشن فرحوا بيا انني غنرجع عاوتاني نخدم في الموديلات ديالهم ونرجع تاني نخدم معاهم، وتا انا فرحت. وهذاك الشيء علاش قررت ندير هذا الفيديو هذا ونخرج فيه داك الشيء اللي ضرني في قلبي من هاد العامين، هاد العامين اللي هما داتو ديال 2021 2022، وغدخلوا وغتلقاو انه بصح ما بقيتش مهتمه بالقناه، ما بقيتش كنلوح هاد الموديلات، والحمد لله. صافي فاش كتلقاي راسك انك كلياناتك كل مره كيقولوا لك رشيده اختي ما بقيتيش كتحطي الموديلات التركية، داكشي اللي كنجيبو من عندك زوين تبارك الله باقي لحد الان هو هذاك وكنلبسوه وكلشي كيسولنا عليه، عافاك رجعي حطيها لينا، رجعي جيبيها لينا. صافي انا بغيت نفرح كلياناتي ونرجع عاوتاني نجيب هاد الموديلات هادو وفي يد الله. وبزاف اللي نساو هاد الموديلات نساوهم، ها نتوما ها انا رجعت، قدروا تما يرجعوا تما يرجعوا تما يحطوا ثاني هاد الموديلات. فاش كنقول لكم الحاجه غنجيبها وربي شهد عليا، الحاجه اللي ما قادراش انا نجيبها ما نحطهاش في قناتي، ما نديرش بها البوز غير هكاك، ما ديما نطلعش بها القناه غير هكاك. ها نتوما كادو شاركتهم معاكم، وتشوفوا ان شاء الله كومونت فاش غتجي، ونحاول ندير شي فيديو يكون عندي الخاطر ونصور لكم عاوتاني داكشي فوتو غيال وفيديو غيال كما كنت كندير لكم شحال هذا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، و
وكنتمنى هضرتي تكون خفيفه عليكم. واللي عجبها المحتوى ديال قناتي خلي لي شي تعليق زوين، والكلمه الطيبه صدقه، وجيم وبارطاجي مع صحاباتك والعائله. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يبقى ديما يوصلك كل جديد. حقاش غنبقى مره ان شاء الله نشارك معكم الموديلات، وما شاء الله هذا الصيف على موديلات كيلونسيو كل مره موديل كينسيك في موديل كلهم كيحمقوا. هذا الفيديو ركزت فيه بالضبط على هذا الموديل بكثرة ما عجبني، قلت غنحط في هذا الفيديو غير هذا الموديل فقط. لحقاش هذا الموديل كيبان لك كيتلبس على شحال من شكل، وانتي ربما ما غتفهميش، وانا غنشرح لكم هذا الموديل كيفاش. هذا الموديل البنات نفس هذا التوب هذا، خدموا فيه عبايه بالحزام ديالها اللي هي بحال شكل كاب او مبطوع عبايه، وخدموا فيه صايه هاد الجيب هادي، وخدموا فيه الشال كيف ما كتشوفوا حتى الشال. يعني مثلا تقدري تلبسي غير لا جيب مع واحد لا شوميز اللي هي دايراها مع لا شوميز كيف ما شفتوا في الصور، وتقدري تلبسي عاوتاني هذاك الكاب، او تقدري ما تلبسيش داك الكاب، تقدري عاوتاني تستعملي غير الكاب وتلبسي معاه واحد بنطلون. ما شاء الله هذا الموديل زوين بزاف، كيتلبس على شحال من ستيل. اللي بغات العبايه بحدها مرحبا، واللي بغات معها هذيك لا جيب مرحبا، واللي بغات معها حتى لا شوميز مرحبا، واللي بغات معها حتى الشال مرحبا، واللي بغات غير حاجه يعني بغيتي غير الكاب مرحبا، بغيتي اونسومبل كامل ومرحبا اختي. وكنتمنى كلشي نكون شرحته لكم، كلشي واضح. والاسمنه البنات راه غاليه شويه، ولكن راه اللي في جهدها شي حاجه راه كتاخذها. دائما الانسان كيتمشى على قدره. كنتمنى البنات ما نكونش طولت عليكم، وراه دائما كنقول لكم اللي بغات شي حاجه تصورها وتصيفطها ليا في الواتساب ديالي، كنخليه لكم دائما في العنوان وفي الشاشه اللي هو 06 52 41 53 10. ومكان التواجد ديالي مدينه الدار البيضاء، والتوصيل كنديروه لجميل جميع المدن المغربيه عبر الامانه. وين فوا كدفعي ليا اختي الكوموند ديالك كنصيفط لك الكونت ديالي، كتصيفطي ليا افونس اللي هو التسبيق. انا كنفاليدي اختي الموديل اللي بغيتي في الكوموند، والكوموند اختي كدير 15 يوم وعاد باش كتوصل، وكنصيفط لك انا الطلبيه ديالك حتى لعندك بالارساليات اللي باغا نتي واللي كتفضلي نتي. تي بغيتي اختي نصيفطها لك في الكار نصيفطها لك في الكار ب30 درهم، ولا بغيتيها اختي في الكاميو نصيفطها لك في الكاميو ب25 درهم او 30 درهم وتوصلك حتى مدينتك. واللي بغاتها عبر الارساليات ديال الامانه او ليكس نصيفطها لك اختي في الامانه او ليكس وتوصلك عاوتاني حتى لعندك. بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم والعائله باش حتى هما يشوفوا ويتعرفوا على محتوى القناه. مازال نشارك معكم موديلات كيحمقوا. تبقوا على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.